انضمت بورصة الكويت إلى أكثر من 118 بورصة عالمية وهيئة سوق مال لنشر الثقافة المالية والاستثمارية ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي للعام 2024. ويهدف أسبوع المستثمر العالمي إلى نشر رسائل توعوية رئيسية لتعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم ونشر التوعية المالية وتعزيز فرص التعلم للمستثمرين. يسير بورصة الكويت الانضمام إلى أكثر من 100 بورصة عالمية لقرع الجرس للثقافة المالية للسنة الرابعة على التوالي احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي. وبهذه المناسبة تطلق البورصة مبادرة الجرس لتعزيز الوعي المالي بين المشاركين في سوق المال. يرمز الجرس إلى دور البورصة المحوري في تنبيه المستثمرين إلى التغيرات والفرص، كما يعكس تقليد بداية وانتهاء جلسات التداول، مؤكدا أهمية الاستعداد والمعرفة لاتخاذ قرارات مالية سليمة. خلال شهر أكتوبر ستنظم البورصة ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع شركائها جمعية المحللين الماليين المعتمدين واتحاد شركات الاستثمار وجامعة الكويت وشركة المركز المالي الكويتي وشبكة الكويت للمعلومات الائتمانية سيينت. نتطلع لمزيد من التعاون المثمر مستقبلا. سعيدين بشراكتنا مع بورصة الكويت في مبادرة الجرس لتعزيز الثقافة المالية. احنا في سيينت نؤمن بأهمية دورنا في بناء الثقافة المالية والائتمانية في جميع شرائح المجتمع، بداية في فئة الشباب لبناء ملاءتهم المالية. متواجدين اليوم مبادرة الجرس لنشر الثقافة المالية، تحديدا التعاون بين جامعة الكويت وبشركة بورصة الكويت لنشر الثقافة المالية للطلبة والطالبات. فاليوم كجزء من هذه المبادرة راح يكون في ورشة عمل نتحدث فيها عن التمويل الرقمي والتكنولوجيا وكيف أثرت على عالم الاستثمار وعالم المال. راح نتطرق فيها حق مجموعة من النقاط، منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية وكيفية تطبيقها على عدد من الممارسات المالية في مجال الاستثمار والتمويل، المؤثرين الماليين وكيفية التعامل معهم، مع إعطاء بعض النصائح والتوجيهات للطلبة والطالبات من ناحية حمايتهم كمستثمرين من الاحتيال والخداع اللي قد يتعرضون له مع انتشار التكنولوجيا المالية. وبالختام نشكر بورصة الكويت على هذه المبادرة الطيبة ونشر الثقافة المالية.